السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا شايفين يا اخوة، هذه شتلة الفراولة استكمالا لسلسلة زراعة الفراولة من الالف الى الياء. طبعا الشتلات هذه بدنا نورجيكم كيف بتكون مزروعة في صينية التشتيل. بتكون مزروعة في صينية التشتيل كالتالي: احنا حفاظا على الجذر شو بنسوي؟ بنكسرها كسر. يعني مثلا لو بدنا نطول شتلة مثلا هذه، ها بنكسر الصينية من جنبها من هون، بنطولها مع جذرها حتى انه بتكون النبتة من فوق بشكل عام ضعيفة. يعني اذا بدنا نشيلها بتكسر، فعشان نحافظ على المدموع الجذري بنعمل بالطريقة هذه، ننزعها نزع ومن ثم ننقلها الى الاسس. طبعا الاسس الموجود عندنا هون عبارة عن اكياس، حتى انه بنقدر نخليها بالاسس زي ما انتم شايفين هون كيف زرعناها. هذا الاسس يكفي لسنة كاملة لانه الفراولة تاخذ حقها من النمو بهذا الشكل. شايفين يا اخوة؟ طبعا بنعبي الاسس، طبعا هيك عبينا الكيس او الاسس، احنا نعتبره اسس او كيس، ومن ثم ثقب باليد هكذا، ثم نضع شتلة الفراولة بهذا الشكل. ننترها. طبعا المكون اللي احنا بين ايدينا هون رمل ناعم، كوكوبيت، نسبة قليلة من البتموس. بنخفف نسبة البتموس نوعا ما عشان موضوع الحموضة، وكوكوبيت يعني خلطة أربع مواد فيها استخدمناها حتى انه نزرع الفراولة في اكياس التشتيل زي ما احنا شايفين. فكرة ان شاء الله يكون فيها فايدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.